من هنا نروح لزميلتنا العزيزة الأستاذة همة سلامة، رئيس تحرير التنفيذي لليوم السابع، ويعني تطلعنا بقى على ما كتبه زميلنا العزيز زكي القاضي في اليوم السابع وصحف أخرى تطلع عليها زميلتنا العزيزة همة سلامة في هذا الإطار. برحب بك يا أستاذة وكل سنة وانت طيبة. اهلا بحضرتك يا استاذ جابر، وكل سنه وحضرتك طيب والف خير يا رب. اخبارنا ايه في اليوم السابع عن سيناء وعن التنميه في سيناء وعن مجهودكم انتم مع اهالينا في سيناء؟ هو استكمالا لكل الملفات والعناوين والصفحات اللي حضرتك طرحتها دلوقتي واستعرضتها دلوقتي، خليني ابدا مع حضرتك ان المنشط الرئيسي بكره في كل الجرايد والصحف هو الاحتفال بذكرى تحرير سيناء. صحيح. وخاصه التركيز على كلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي النهارده تم الخروج بيها للشعب المصري. النهارده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد على دور التضحيه للجنود المصريين، وقال كلمه مهمه جدا ان لم يكن مجرد عوده الارض بل كان تاكيد على قدره هذا الشعب على تحقيق المستحيل والحفاظ على مقدراته. الكلمه النهارده كانت جامعه وشامله لكل اللي حصل خلال السنوات الماضية في سيناء. مش بس كده، كان في نقطة مهمة جدا تم التأكيد عليها في الكلمة النهاردة في ذكرى تحرير سيناء. سيادة الرئيس أكد على تجديد العهد على مواصلة بناء الوطن، وده اللي أكده وشفناه كلنا مع حضرتك مع الشيخ سويلم اللي حضرتك جبته في بداية الفقرة. فعلا خلال العشر سنين اللي فاتوا كل اللي متابع للموقف هيلاقي ان في طفره تنمويه حصلت في سيناء، مش بس عن طريق العمران والبنيه التحتيه، لا، عن طريق التنميه الصحيه، عن طريق المدارس. في طفره حصلت خلال السنوات الماضيه او العشر سنين اللي فاتوا بالتحديد ما كانتش موجوده قبل كده. واستكمالا للملف بتاع سيناء، عندنا صفحه مهمه جدا عن سيناء وعن اصحاب النصر، ودول بقى ما بعد التحرير سيناء وهي مرحلة عودة طابة. عندنا تحت عنوان أصحاب النصر احنا عاملين 9 فتشارات عن 9 عقول دبلوماسية شاركت بشكل رئيسي وأساسي في مرحلة استرداد طابة. خلينا أقول لحضرتك العناوين اللي تم رصدها. تمام. في الصفحة دي لو كلمنا على النبيل العربي، فكان في تقرير تحت عنوان عقلية دبلوماسية فريدة قهرت إسرائيل بالعقل والتخطيط. صحيح. كمان عندنا وحيد فريد ده الجندي المجهول في عملية التحرير بتاعة طابة، وعندنا عصمت عبد المجيد قائد كتيبة اللجنة القومية لطابة، وعندنا يونان لبيب رزق قدم الوثائق التاريخية الحاسمة اللي ساعدتنا على استرداد طابة. صحيح. بعد كده. صحيح. فدي كان فيتشر أو صفحة مهمة جدا معمولة على فكرة العقول اللي أدارت المشهد بعد تحرير سيناء واللي ساعدت بشكل كبير على استرداد طابة. استكمالا بقى للموضوعات اللي مطروحة بكرة في الصحافة المصرية، خليني أرجع لجريدة الوطن. بصراحة في ملف مهم ويعني مجتمعي قوي بالنسبة للناس وبيهم ناس كتير جدا، وهو ملف التأمين الصحي. بكرة إن شاء الله في جريدة الوطن في ملف التأمين الصحي حماية المصريين بجودة عالمية. الملف ده أهميته إن هو برز الدور الجامد للدولة خلال العشر سنين اللي فاتوا، برز كمان أهمية القوانين اللي تم مناقشتها في البرلمان خلال السنوات الماضية للارتقاء بخدمة التأمين الصحي. كتير جدا من المصريين بيعتمدوا بشكل أساسي على خدمة التأمين الصحي. صحيح. من العناوين اللي الوطن يعني أكدت عليها في ملفها إن الرعاية الصحية بتغطي 75% من الخدمات، وإن في توجيهات بتوسيع المشروع بشكل كبير جدا، وإن في مرحلة تانية من تطوير خدمة التأمين الصحي في مصر. صحيح. رقم مهم كمان جدا جريدة الوطن برزته بكرة في عددها أو في ملفها، وهو 91 مليار جنيه أموال وأصول التأمين الصحي. ناس كتير ما تعرفش إن رقم الضخم ده إزاي خلال السنين اللي فاتت تم زيادته عشان نوصل لخدمة جيدة وخدمة تليق بالمواطن المصري. صحيح. في ملف التأمين الصحي. صحيح. كمان كان في حوار ليهم مهم جدا بكرة مع الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة، اللي أكد إن في 7 محاول للعمل خلال 2024 للتوسع في المرحلة الثانية من التأمين الصحي. فده ملف مهم جدا، حيوي جدا، خدمي. صحيح. جدا، بيهم قطاع كبير جدا من. صحيح. المواطنين. صحيح. عندي خبر خدمي تاني هرجع فيه لليوم السابع، خليني. تمام. أقوله لحضرتك، وهو
القضية اللي بتشغل الناس دلوقتي بشكل كبير جدا وهو رغيف العيش. رغيف العيش لما نيجي نتكلم على الخبز السياحي، وهو الخبز السياحي ده اللي هو رغيف العيش اللي مش مدعوم، العيش اللي بننزل نشتريه من المخابز أو سواء العيش الفينو. النهاردة وزارة التموين أكدت أن أسعار الرغيف السياحي اللي تم الإعلان عنها نهاية الأسبوع الماضي دي الأسعار اللي بيتم تطبيقها في السوق دلوقتي، وأكدت كمان أن هيبقى في حملات رقابية كبيرة جدا على السوق للتأكيد من السعر اللي مطروح مع الوزن المتفق عليه. وكمان كان في مناشدة مهمة جدا ليهم أن كل المواطنين اللي بيلاقوا ان في مخابز بتخالف الاسعار دي او بتخالف الوزن المتفق عليه، لا خلينا نبلغ وخلي الناس يبقى ليها دور ايجابي. احنا نفسنا همت ان احنا نبلغ جانب الدوله، نفسنا ان احنا نبلغ ويتم الاستجابه. يعني في ناس برضو كنا بنتكلم على ازمه السكر اللي كانت موجوده، نتمنى بقى ان الحملات دي تكون اكثر فعاليه، لان ده في مشكله السكر اللي بقت محلوله. معاك، اتفضل. انا بتكلم على انه مثلا مكان السكر فيه ازمه، دلوقتي ما فيش فيه ازمه، دلوقتي السكر موجود في كل مكان، صحيح هو ب 35 بس موجود في كل مكان، لكن الوقتها كان في ناس محتكره، وكان لو الرقابه شديده عليهم كانت الناس دي هتبطل احتكار وهتبطل، زي دلوقتي موضوع الاسماك اللي موجوده في بورسعيد وموضوع المقاطعه ليها، ودي اللي سياده الرئيس كان بيقول قبل كده اللي السلعه اللي تزيد ثمنها ما تشتروهاش، فاخدنا الموضوع ازاي ما نشتريهاش، ما احنا عايزين نشتري. طب ما احنا دلوقتي قطعنا والمقاطعه بتجيب نتيجه، يعني المقاطعه بتخلي التاجر الجشع يرجع تاني لصوابه ويبيع بالمبلغ المتفق عليه او المبلغ اللي المفروض ياخده. يعني بالظبط، اعتقد لو كل حد قام بدوره المنظومه هتكتمل وهتنتظم بشكل اكبر. لو الرقابه او حمايه المستهلك قامت بدورها مع التزام المواطن والتزام المخابز باللي حددته فعلا وزاره التموين، مع استجابه المواطن لرفض كل ما هو في جشع وفي استغلال من التجار، كل المنظومه هتنضبط. وده اللي حاصل وده اللي شفناه في سوق الاسماك في محافظات كتير جدا. صحيح. وخليني اقول لحضرتك ان ده فعلا مجهود مواطنين، مش بس مجهود وزارات او جهات رقابيه، لا في مواطنين خدوا موقف حاسم جدا وقال انا النهارده مش هنزل اشتري. صحيح. وفي مواطنين قالوا الشادر ده او السمك ده او السوق ده في ارتفاع اسعار. لو المنظومه دي حصلت في سوق الخبز او في سوق الخبز السياحي، اعتقد ان بشكل كبير جدا الاسعار هتنضبط، وحجم كمان العيش الفينو او العيش البلدي العيش نفسه اللي احنا بندور عليه. صحيح. هيبقى مختلف. صحيح. جدا عن اللي موجود حتى دلوقتي في السوق. صحيح. استاذه همت، اتفضلي. اليوم السابع والصفحه الاخيره. ماشي معاكي. اخر حاجه معايا. معايا دلوقتي مذكرات مجدي يعقوب جراح خارج السجن. تمام. اليوم السابع بيستكمل نشر مذكرات الدكتور مجدي يعقوب، واعتقد ان دي مذكرات مهمه جدا جدا. ده راجل عظيم، ده راجل عظيم وصغير. وكل الاجيال. ده راجل عظيم. اهم شيء ورد في المذكرات كان مرحله المؤثرين في حياه دكتور مجدي يعقوب، وازاي انتقاله من شيكاغو لبريطانيا اثر بشكل كبير جدا على تكوينه الطبي والفكري والعلمي. صحيح. بشكل كبير. صحيح. كمان في المذكرات دي واللي بننشرها كمرحله ثانيه او كجزء ثاني من المذكرات، المذكرات دي بتذكر كمان كل المواقف اللي بينه وبين زوجته الالمانيه ماريان، وازاي راح خطبها بخاتم بس بقيمه $5 عشان وقتها ما كانش لسه اكتملت حياته المهنيه والعلميه بشكل كبير. باذن الله. مذكرات مهمه وصفحه مهمه جدا الاخيره في اليوم السابع. باذن الله. الكل باذن الله. زميلتنا العزيزه همت سلامه، بشكرك وبشكرك انك يعني احنا خرجنا من كذا مكان ورجعنا تاني اليوم السابع ورحنا لصحف اخرى، فبشكرك شكر جزيل على المهنيه في هذا الاطار.